بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. طبعا احنا عارفين علامات يوم القيامة، في علامات كبرى، في علامات صغرى. العلامات، في علامات وقعت، وفي علامات ما زالت تقع، وفي علامات لم تقع بعد. لكن أكبر ثلاث علامات الكل بيتكلم عنهم اللي هو المهدي المنتظر، المسيح الدجال أو المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج. هل أحاديث خروج المهدي المنتظر متواترة، يعني صحيحة أم ضعيفة أم لا؟ أحاديث المهدي أربعة أقسام. في أحاديث مكذوبة وهي كثيرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي أحاديث ضعيفة، البعض يقول نأخذ بها فضائل الأعمال. وفي أحاديث حسنة لكنها لا تصل لدرجة الصحة، هي ضعيف وحسنة، مثلا يقول لك حسنه الترمذي، حسنه الألباني وغيرهم. وقال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، اللي هو القسم الإيه؟ الرابع، ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق، وهذا الكلام لا أصل له، وهو خرافة وليس حقيقة. المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم، يخلق ويولد في وقته، مش في سرداب في العراق ولا في الصين ولا هنا ولا هنا، ويخرج إلى الناس في وقته. هذه قصة المهدي المنتظر. ها، إنكاره مطلق خطأ، وإثباته مطلق خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في سرداب وفي كذا وكذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المنتظر كل يوم والتاني يطلع واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر، ده خبل في العقل وضلال في الشرع ليس له أصل. أما المهدي الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من نسله صلى الله عليه وسلم، ويكون اسمه محمد ابن عبد الله على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سيولد في وقته ويخرج في وقته. بالنسبة ليأجوج ومأجوج، من هم؟ كثيرون يسألون. يأجوج ومأجوج أمتان وليس فردان ولا قومان، ده أمتين من بني آدم موجودتان. قال الله تعالى في سورة الكهف في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر هذه القصة. وذو القرنين عمل سد بينهم اللي هو زبر الحديد وعليه نحاس مذاب. في مخترعة مصرية بالمناسبة اسمها ليلى عبد المنعم، اخترعت 100 اختراع، منها حوائط التيومين. حوائط التيومين مقاومة للزلازل والبراكين، وقالت الناس توحد فكرتها من سد ذي القرنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يعني معنى كان يأجوج ومأجوج عددهم إيه؟ كثير. لما يعني من أمة محمد واحد يدخل النار، ومن يأجوج ومأجوج أصدوا إيه؟ 1000. فكم عددهم؟ لا يعلم عددهم إلا الله. خروجهم من أشراط الساعة، وجدت بوادره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبع الإبهام والتي تليها. هذا الحديث الشريف أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه أيضا من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. نقرأ سورة الكهف حتى يعصمنا الله عز وجل من فتنة يأجوج ومأجوج ومن فتنة المسيح الدجال. نسمع المسيح الدجال أو المسيح الدجال كثيرا وعن فتنته. فمن هو؟ رجل يخرج آخر الزمان يتبعه اليهود، خروجه من علامات الساعة الكبرى. يخرج معه فتن عظيمة تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه خلق كثير من الناس إلا
من عاصم الله إلا من رحم الله. أما أوصاف رجل كافر أعور، عشان كده يقال عنه المسيخ، عينه ممسوخة. فاتن، يفتن الناس، يريد أن يحولهم عن دينهم بشتى الطرق بشتى الوسائل، فتنته عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ويقول أعوذ بك من فتنة المسيخ الإيه؟ دجال، يخرج كل قرب قيام الساعة، وفتنته خاصة بالأحياء، نستعيذه من شره كما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنين حقا يرون مكتوب على جبهته كافر. أما الإمام الضعيف سيفتتن به، يحط إيده على التراب يتحول ذهب، يحط إيده على الميت يصحى. ربنا سيعطيه بعض المعجزات حتى يصدق ضعاف الإيمان أنه إله. هل هناك أماكن لا يصل إليها المسيح الدجال؟ نعم، في أماكن كثيرة لا يصل إليها، منها أهمها مكة والمدينة. مكة والمدينة يسير في الأرض بسرعة، إلا مكة والمدينة فأنه يمنع من دخولهما، فيهما الحرمين الشريفين زادهما الله تشريفا، ولكن المدينة ترجف ترتجف وتخرج منها كل منافق. مدينة تتطهر من كل المنافقين، ولا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال، وأن يحمينا ويعصمنا من يأجوج ومأجوج بقراءة سورة الكهف. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، وقيل خرج نور من بيته إلى السماء، قيل سورة الكهف كاملة، وقيل من أولها. يعني في حديث آخر فيما معناه من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال، قيل من أولها وقيل آخرها وقيل أي 10 آيات. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.